السلام عليكم. اليوم نروحوا للمشروع نتاع المركز المعارف اللي راح قيد الأشغال على مستوى بلدية المحمدية، ونروح نشوف ورشة نتاع الأشغال نتاع قصر المعارف أو البناية المركزية. هي أكبر بناية في المجمع هذا اللي يحتوي على عدة أجنحة. على كل حال نروح نتابع وناخذ فكرة عن الأشغال اللي راح جارية الآن على مستوى إذن قصر المعارف من إنجاز شركة بافي ميثال، هي التي تقوم بالمشروع هذا. إذن خليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم. هذا هو عيني بوزيو ديكسو دولارو.